رزام وصل للسيد علي بن راشد الخميساني متواجد أيضا بو راشد هنا مع رزام على المركز العاشر. هذه النتيجة. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط للصراع على المقدمة. نشوف التغيير، مثير بدأ يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام للسيد حميد بن محمد بن دعيفس الشامسي، ننتقل إلى المركز الثاني. وفي المركز الثاني مياس، مياس الشكل، مياس العروض الطيبة، ها هو مياس للسيد محمد بن مهير بالصوب الاجتبي. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث ناخذ منجز للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، يبى ينجز في هذا اليوم في تمهيده المرموم الثاني. يا سلام. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع مهدي للسيد مطر بن حمد بن عميرة الشامسي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس المختبر، المختبر للسيد علي بن عوض بن علي بن عمير الاجتبي. يا سلام، يبى يلحق بالحذرة، يبى السلامات تتجه إلى هالي الذيد، إلى مدينة الذيد. يا سلام يا بن عمير على هذا الأداء الذي تقدمه هجنك هنا اليوم على أرضية ميدان المرموم. ننتقل إلى المركز السابع، وفي المركز السابع شاهين للسيد غدير بن عبيد بن علي الاجتبي. وفي المركز الثامن مشجي للسيد حمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي. وفي المركز نشوف المركز التاسع، المركز التاسع من الجانب الثاني. يا سلام، يتسلل في هذه اللحظات الشامي للسيد حمد بن عبيد بن محمد الوهيبي. وفي المركز العاشر هذا هو المايدي للسيد حميد بن سالم بالقوبع المنصوري. نرجع إلى منجز، إلى مقدمة هذا الشوط. بدأ ينجز منجز حتى هذه اللحظات. يا سلام يا بن رشيد، الجماعة قادمين، دير بالك، الشامسي وبالصوب أيضا قادمين قدوم قوي. يا سلام يا سلام، بدأت تسلل، بدأت الخطورة على مقدمة هذا الشوط. ومنجز لازال ما زال محافظ على المقدمة رغم الضغوط التي من مثير، مثير ومياس. المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط بين ثلاثة جعادين، منجز ومياس ومثير. المعركة طاحنة للغاية على المقدمة. منجز لازال ينجز، مياس قادم، ما دام عندي ولد مياس يهبني من مطلعي كوس، روح يا بصوب عندك سلالة مياس. لكن هنا منجز ما طاع يسلم رقم الضغوط. مياس مياس منجز مياس، سلام سلام يا هلا الرفادة، سلام. تهانينا من الأعماق للسيد محمد بن مهير بالصوب الاجتبي على فوز مياس بالمركز الأول. المركز الثاني منجز للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الثالث مثير للسيد حميد بن محمد الشامسي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والخامس وبقية المراكز نترك الأعضاء خط النهاية. شاهدتوا ويانا أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، شاهدتوا الصراع حتى الأمتار الأخيرة. لكن مياس له كلمة عند خط النهاية وغير وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط في زمن وقدره 6 دقائق ثانيتين 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن مهير بالصوب الاجتبي والذي وصل في المركز الثاني. منجز أيضا قدم ما فيه الكفاية، 6 دقائق 3 ثواني جزء 1 من الثانية. تهانينا للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي والذي وصل في المركز الثالث. نشوف المركز الثالث، المركز الثالث الذي وصل في المركز الثالث كفو، 6 دقائق 4 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع الفلاسي والذي وصل في المركز الرابع. مثير للسيد حميد بن محمد بن دعيفس الشامسي. وفي المركز الخامس المختبر للسيد علي بن عوض بن علي بن عمير اجتبي. تهانينا للجميع والناموس.